قوارب إيكوزيوم لمكافحة التلوث وقوارب أخرى للرسو مصنعة محلياً من طرف المؤسسة الوطنية لتصليح وبناء السفن، تأتي اليوم لتدعم الأسطول البحري بموانئ الجزائر في خطوة جديدة للرقي بالصناعة والاقتصاد الوطنيين. إنجاز قامت به شركة عمومية اقتصادية، وهذا الإنجاز يدخل في عدة أطر في الإطار نتاع خفض الواردات، في التحكم في التجارة الخارجية، في التحكم في العملة الصعبة. وهذا الإنجاز اللي معاه إنجازات أخرى راح نشوفوها في وهران، هذا الإنجاز تاع اليوم كنا نجيبوه من الخارج، كنا نستوردوه من الخارج وكان يكلف غاليا. اليوم رانا ربحنا السعر وربحنا العملة الصعبة وربحنا الصناعة الجزائرية وربحنا الإدماج في الصناعة الجزائرية، ولهذا أنا جد فخور بالإنجاز تاع اليوم. وفي سياق متصل، تم توقيع عقد امتياز بين المؤسسة الوطنية لتصليح وبناء السفن وشركة تسيير موانئ الصيد البحري لإنشاء ورشة للصناعة بميناء ثلج جيلف، كما وقعت اتفاقية للتزود بتجهيزات والمعدات المستعملة في الموانئ. اتفاقيات بين موانئ بين سيربور، هذه المؤسسة العملاقة اللي نحيي ثاني سي عاشور اللي راه على رأسها، راه يبذل في مجهودات، عندها اتفاق مع هذه الشركة باش تقوم بإنتاج وإنجاز الكثير من العتاد ومن التجهيزات ومن احتياجات الميناءات. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، كاين ثاني اتفاقية بين سيد عبود اللي هو يقود ميناءات النزهة والصيد البحري، وهذه الاتفاقية ثاني مساحة لفائدة لصالح هذه الشركة بكي تدعم وحداتها الصناعية. تدعيم نشاط صناعة السفن وترقية الواجهة البحرية للبلاد أحد التحديات التي ترفعها الجزائر اليوم للنمو بقطاع الصناعة.